مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الابل باي. عنا 3 تفاحات حجم وسط، قشرتهم وقطعتهم بهيدا الشكل. عجينة الباف بيستري، 4 معالق طعام سكر بني، ملعقة صغيرة قرفة وملعقة صغيرة جوز الطيب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط السكر، قرفة وجوز الطيب. بحركن شوي على الغاز. بغطي الطنجرة وبتركن على الغاز مع بعض. بعد حوالي 10 دقايق بصروا بهيدا الشكل. هلأ بطفي الغاز تحتن وبتركن على جنب ليبردوا. بعد ما بردوا التفاحات هلأ بحطن على جنب. بنبلش بالعجينة. بسم الله، بهيدا الشكل بعملها بهيدي الطريقة. عنا كاسة فيها مي كمان، بغط شوي هيك على الطرف لتلزق العجينة منيح بهيدا الشكل. بحط التفاح الحشوي، بعملها بهيدي الطريقة بالشوكي كمان. كمان نفس الشي من هيدي الميلة. اكيد عم حمي الزيت على الغاز، بس اتأكد من الزيت انه حمي. بقليها هول الابل باي اللي عملتن انا وياكم. لنشوف مع بعض كيف طلعوا. واو، سخنين كتير. هيدا الشكل النهائي من الداخل. هيدا الابل باي اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.